تمتلئ أطراف معبد الله من كل جهة. سيصبح السليمانية تاريخاً في هذه الساعات، لكي يكون أجمل معبد لآخر دين. هذا شكله الأصلي الذي تخيله المعماري، ليرى الأبدية أحسن من كل مكان. لقد اختار هذه التلة القدسية لإسطنبول. هكذا نظم الشاعر الشهير يحيى كمال شعراً للسليمانية، وهو الذي يعتبر مؤشر الوعي العثماني الإسلامي في شعره. صلاة فجر في السليمانية، عندما حقق السلطان محمد الفاتح فتحه العظيم الذي أغلق عهداً وفتح عهداً جديداً، انطلق بتشييد المساجد على تلال إسطنبول. هكذا تم تشييد مسجد السليمانية على أعلى تلة في شبه جزيرة بإسطنبول، تطل على القرن الذهبي وبحر مرمرة وقصر توبقبي والبوسفور. كلية مسجد السليمانية حازت على لقب ثاني أكبر كلية عثمانية بعد كلية الفاتح. منطق الكلية هذا الذي يحوي معنى الوحدة والكمال، في الحقيقة هو تصور عالم صغير يحوي في مهمته كل الحاجية الإنسانية من الولادة حتى الممات. السليمانية الذي يعتبر من أهم النماذج المعمارية العثمانية، تم تشييده بين عامي 1551 و1558 باسم السلطان سليمان القانوني في إسطنبول، وذلك من قبل المهندس المعماري سنان. وقد تم افتتاحه قبل 453 عاماً. فهم الإمبراطورية العثمانية هو فهم الروح التي شيدت مسجد السليمانية. أيها المعبد العظيم، هذا الصباح فقط أفهمك، فخور بأن أكون وارثاً لك. هكذا يقول الشاعر يحيى كمال في وصف مسجد السليمانية.